بقول ألف مبروك للنادي الأهلي، إدارة وجماهير ومنظومة ناجحة بقيادة الكابتن بيبو، كابتن محمود الخطيب، على الإنجاز الكبير اللي هو إن الأهلي واخد 8 مرات البطولة العربية، إنجاز تاريخي، وأكتر فريق واخد بطولة الطايرة للبطولة العربية. بقول لهم ألف ألف مبروك، بجد فرحتونا وشرفتونا، وهو ده المتوقع من النادي الأهلي، النادي الفخر، النادي اللي بيفرحنا دايما ودايما مشرفنا كده يا رب. بنقول لهم طبعا ألف مبروك، ودي توقعاتنا منكم دايما ان انتوا على طول بتكسبوا البطولات ديت، ودي تقريبا البطوله الثامنه ان شاء الله. طبعا انتوا قدامكم لسه في بطولات كتير السنه دي، نتمنى ان شاء الله ان انتوا كمان تحصلوا عليها وتسعدوا جمهور النادي الاهلي. طبعا اقول لهم الف مبروك، وطبعا كالعاده متعودين منكم على البطولات، ان شاء الله السنه دي نقفل كل البطولات، مش تبقى الثامنه بس في العربيه، ناخد افريقيا ونكمل الدوري والكاس كالعاده. ونشكر طبعا كابتن ميدو مصلحي، كلهم طبعا تحت رعايه كابتن محمود الخطيب، نقول لهم مستنيين منكم الاحسن، ان شاء الله الجاي يبقى تمام. حقيقه حاجه مشرفه، وده جاء نتيجه مجهود كبير بتبذله اداره النادي الاهلي في تدعيم الفريق واحضار افضل المدربين، ما جاش من فراغ، وان الكابتن محمود الخطيب كون يلتقي بيهم ويهنيهم ويطلب منهم المزيد. بصراحه حاجه مشرفه لفريق الطايره رجال النادي الاهلي، وهم بقالهم فتره على مستوى عالي جدا، والارقام القياسيه اللي حققوها سواء في البطوله العربيه او في الدوري او غيره. ألف مليون مبروك لأبطال الكرة الطايرة، وهم رجالة ومعودين على طول على البطولات، وبخص بالذكر أخويا وحبيبي كابتن ميدو والأبطال كلهم بقى عشان ما انساش أسامي عبد السلام وصلاح وكل المجموعة. الصراحة حاجة محترمة جدا. الحمد لله احنا نشكر لاعبة فريق الطايرة الرجال، منظومة على أعلى مستوى ومنظومة رياضية ممتازة، جهاز فني على مستوى عالي وجهاز إداري عالي، ولعيبة بسم الله ما شاء الله قد المسؤولية، والحمد لله على تحقيقهم للبطولة العربية للمرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي، وده إنجاز مسبوق ومحدش حققه. احنا بنشكر فريق الطايرة رجال انه حقق يعني البطولة الثامنة، البطولة العربية، مجهود كبير يعني قام به الفريق في ظل مجلس الإدارة يعني موفر للفريق كل حاجة. جميع الحاجات اللي النادي الأهلي بيفوز فيها، مجلس الإدارة طبعا هو اللي بيدعمهم وهو ليه اليد في كل حاجة، لأن بصراحة شايف شغله بما يرضي الله، وبيدعم الرياضة وبيدعم كل حاجة في النادي بصراحة، حتى الأطفال، حتى السيدات، حتى كرة القدم وكرة السلة، ما فيش حاجة ما بيدعمهاش.